وصلنا الدور السابع، عندنا مصعدين في كل بناية، بالإضافة إلى ذلك في كل دور عندنا 6 شباك، عندنا شقتين، غرفتين، صالة في الطرف اليمين، وشقة غرفة صالة، عندنا في الطرف اليسار أيضا شقتين، غرفتين وصالة، شقة غرفة وصالة، فيصير في الدور 4 شقق، غرفتين وصالة، شقتين، غرفة وصالة. عندنا الشقة هذه معرضة للبيع، شقة غرفتين وصالة مساحتها 120 متر مربع. أول ما نخش هنا على اليسار عندنا المخزن ستور، مقابل المخزن عندنا دورة مياه أولى متكررة، بعدين نجي هنا دورة المياه الرئيسية، الغسالة موجودة، عندنا المروش والمخزن. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله كبيرة، وإطلالة الصالة على المجمع، مدى الإطلالة الجزئية من الصالة على البحر. مجمع متكامل فيه 9 أبراج، موجود فيه بوابة إلكترونية خدمة 24 ساعة، بالإضافة إلى الجلسات العائلية، مواقف للسيارات، عندنا سوبر ماركت موجود أيضا بجوار البناية هذه أو داخل المجمع. في مخرج للبلكونة من الصالة، بلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة، مساحة البلكونة ما شاء الله تبارك الله كبيرة حلوة، وعندنا إطلالة البحر، إطلالة البحر من هنا زي ما انتم شايفين، عندنا إطلالة من هنا كمان أيضا. شقة شرحة ما شاء الله تبارك الله. هذا المخرج من المطبخ، والمخرج هذا من الصالة. الصالة كبيرة وفيها طقم جميل ما شاء الله تبارك الله. نتوجه من الصالة إلى المطبخ، بجوار الصالة في المطبخ دواليب، المطبخ راكب وجاهز، عندنا الأجهزة الكهربائية أيضا، عندنا الثلاجة وطقم الفرن اللي هو العيون والفرن مع الشفاط، وهذا المخرج اللي قلنا قبل شوية. بجوار المطبخ عندنا غرفة أولى، الغرفة هذه فيها سريرين فردية مع دولابها، وإطلالة الغرفة أيضا إطلالة بحرية، شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. الشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا شايفين. نجي أخيرا هنا على غرفة النوم الرئيسية، غرفة النوم الرئيسية كبيرة وشرحة، فيها سرير عندها تسريحة، وهذا الدولاب ما شفناه. غرفة النوم الرئيسية لها حمام خاص فيها وتكرامة، مع مروش والكلوزت، وأيضا بلكونة خاصة فيها. بلكونة مساحتها جيدة، وهذه الإطلالة الرائعة من بلكونة غرفة النوم. في المجمع أيضا موجود
زي ما قلت لكم ألعب اللي هو جيم مفتوح بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، يعني مجمع متكامل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.